اهلا بحضراتكم جديد. ما زلنا مع ولتر بواليا وكلامه مع ابراهيم فايو، وده كلام مهم جدا. اولا عشان تجربه ولتر بواليا الناس تتذكرها دايما مع اللعيبه الجديده، وعشان جمهور الاهلي يبص للعيبه الجداد بعين بواليا، انه لسه الناس محتاجه وقت تهضم وتستوعب ثقافه وظروف المكان وطبيعه اللعب للنادي الاهلي. الكلام بتاع ولتر بواليا اهميته انه الراجل بيقوله هو بره الاهلي، يعني مش بيخدم او مش بيدور على مصلحه او بيبحث عن فرصه، الراجل مشي بره خلاص وبيطمح وبيامل في نجاح تجربته في اعارته للدوري التركي. لكن كمان حتى رؤيته لزمايله فيه راي محترم جدا. قلت لكم اللي بيخرج من فرقه بالذات لما يكون جالها باحلام وطموحات كبيره جدا بيبقى فيه غصه شويه، واعتدنا للاسف من لعيبه كتير مصريين عندنا لما بيخرج من فرقه هاتك يا تكسير وهاتك يا تشكيك، ويبدا يرمي كل الكلام على كل الناس الا هو. ولتر بواليا رايه في لعيبه النادي الاهلي اللي هو خرج من وسطيهم رايه ايه؟ كيف كانت علاقتك بلاعبي النادي الاهلي؟ من كانوا يتنافسون معك في هذا المركز؟ محمد شريف، مروان محسن، كيف كانت علاقتكم كمهاجمين ببعض؟ مع شريف كانت جيدة، ومع مروان جيدة، ومع الكل، وكنت أشجعهم ولم أكن أشعر بالغيرة نحوهم، وهم بالتالي لم يشعروا بالغيرة نحوي. كيف ترى من وجهة نظرك تواجد النادي الأهلي في إفريقيا، حجم النادي الأهلي في إفريقيا، فوزه ببطولة إفريقيا مرتين متتاليتين، مشاركات النادي الأهلي وتواجده باستمرار على منصات التتويج، كيف ترى هذا الأمر من وجهة نظرك؟ الأهلي به مجموعة عظيمة جدا، عقلية جيدة جدا، ومجموعة رائعة تمثل فريق رائع. دائما عقليتهم هي الفوز، وعقلية متميزة جدا. الأهلي أستطيع، الأهلي يضع دائما نصب عينيه الفوز. أنت الأهلي بطل، ودائما يفكرون بأنهم سيكونوا أبطال، وهذا هو ما يشجعني دائما، هذه الروح. وبالفعل أرى أن الأهلي سيستمر هكذا، ومن الممكن أن يستمر في حصد البطولات لمدة 3 أو 4 مواسم مقبلة. الحقيقة أهمية هذا الكلام إيه؟ ما هي صدفة إن كل الناس اللي احتكت بالأهلي، أنت لما تسمع فايلر هيقول لك نفس المعنى، وما زال يعني دائما سواء بتويتر أو انستجرام أو على عبر وسائل التواصل الاجتماعي يبين لك إنه كيف أنه متابع ويؤيد ويحتفي بالأهلي. لما تسمع بادجي، لما تسمع بواليا، لما تسمع لعيبة كتيرة جدا أو مدربين بيخرجوا من النادي الأهلي، حتى مستر كارتيرون وهو يشير الأهلي عمل مؤسسي، النادي دي ليه بتقول هذا الكلام كلها وكأنها حافظاه؟ لأن هي دي الحقيقة، هم عاشوا الكلام ده، هم مش بيزوقوا الكلام، هم بيحكوا تجاربهم اللي أثرت فيهم وألهمتهم، وبيشيروا إن ده واحد من أهم أسباب نجاح الأهلي. فالمزايدة في هذا الأمر تبدو غريبة يعني.